مقرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب مدارس المجد الأهلية، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد من دروس الرياضيات ودرس تركيب التحويلات الهندسية. لدينا أربع أهداف في درس اليوم. الهدف الأول أمثل تركيب الإزاحة والانعكاس بيانيا، الهدف الثاني تركيب تحويلي تطابق بيانيا، الهدف الثالث أرسم صورة ناتجة عن انعكاسين مستقيمين، الرابع أصف التحويلات الهندسية. مع الهدف الأول تركيب إزاحة وانعكاس، هو تحويل هندسي مركب ينتج عن إزاحة يليها انعكاس، ففي البداية إزاحة ثم يليها انعكاس في خط مستقيم موازي لخط اتجاه الإزاحة. كمثال إحداثيات رؤوس المثلث الجي والكي والإل كما هي واضحة أمامكم، مثل بيانيا المثلث جي كي إل وصورته الناتجة عن إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى أعلى ثم انعكاس حول محور واي. الخطوة الأولى هو إيجاد إزاحة 4 وحدات إلى أعلى، فبالإضافة 4 وحدات إلى الإحداثي واي، واي زائد 4، فتكون الصور كالآتي: الجي 6 وسالب 1 بإضافة 4 على سالب 1 يصير 3 فيصير جي شرطة 6 و3. نكرر الخطوة مع الكي ومع الإل نحصل على الصور. الخطوة الثانية الانعكاس حول محور واي، والانعكاس حول محور واي نتذكر من الدرس السابق هو تغيير الإشارة المسقط اكس او الاحداثي اكس، فيصير عندي اكس وواي تعطيني سالب اكس وواي. النقطة نبدأ من اخر نقطة انتهينا منها 6 و3، ال6 و3 مع تغيير إشارة الاكس فيصير الناتج جي شرطتين سالب 6 و3، سالب 6 و3، 10 و2، سالب 10 و2، 5 و1 مع تغيير إشارة صير سالب 5 و1. برس النقاط هذا المثلث الأصلي نحصل على الصورة الأولى ثم صورة الانعكاس النهائية. مع الهدف الثاني التحويلات الهندسية التي سبق دراستها الانعكاس والإزاحة والدوران تسمى تحويلات تطابق. لماذا تسمى تحويلات تطابق؟ لأنها تحافظ على قياسات الزوايا وأطوال الأضلاع والتوازن. تركيب تحويلي تطابق هو تحويل تطابق أيضا. مثال 2 تمثيل تركيب تحويلي تطابق. إحداثيات طرف القطعة سي دي السي سالب 7 و1 والدي سالب 3 و2، مثل بيانيا سي دي وصورتها الناتجة عن انعكاس حول محور اكس اللي هو تغيير في إشارة الواي ودوران بزاوية 90 درجة. نتذكر الدوران مع بعض في المثال. الخطوة الأولى انعكاس حول محور اكس وهو تغيير إشارة الواي. السي سالب 7 و1 تصير سالب 7 وسالب 1، كذلك الدي نطبق عليها نفس القاعدة. الخطوة الثانية دوران بزاوية 90 درجة، ونتذكر من الدرس السابق هو ضرب إحداثي واي في سالب 1 ثم تبديل الإحداثيات. سالب 7 وسالب 1 ضرب سالب 1 في سالب فيصير موجب 1 ونبدل الإحداثيات فتصير 1 وسالب 7. نكرر الخطوة مع دي لنحصل على دي شرطتين اللي هي تصير 2 وسالب 3. يتم تمثيل الأصل ثم الانعكاس ثم الدوران. الهدف الثالث تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين. يمكن وصف تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين بأنه إزاحة لها مقدار والاتجاه. مقدارها X يساوي مثلي المسافة بين المستقيمين واتجاهها عمودي على كل من المستقيمين المتوازيين. المستقيمين المتوازيين
المثلث هنسوي انعكاسين حول المستقيم الأول ثم المستقيم الثاني. الانعكاس حول المستقيم الأول يعطيني هذا الشكل، ثم الانعكاس حول المستقيم الثاني يعطيني هذا الشكل. العلاقة بين الصورة الأولى الأصل والصورة الناتجة عن الانعكاس الثاني يمكن وصفها على أنها إزاحة، انتقال من الشكل الأول إلى الشكل النهائي بمسافة ضعف المسافة بين المستقيمين دي. فتصير المسافة من B إلى B شرطتين 2 دي. طيب وصف، يمكن وصف تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين بأنه دوران مركزه نقطة تقاطع المستقيمين وزاويته ضعف قياس الزاوية بين المستقيمين. هذه القطعة انعكاس حول المستقيم الأول ثم انعكاس حول المستقيم الثاني. يمكن وصف الانعكاس حول المستقيمين من الأصل إلى الصورة الثانية إيه شرطتين، بأنه دوران بضعف الزاوية بين المستقيمين، هنا X تصير هنا 2 X. ارسم صورة الشكل A الناتجة عن انعكاس حول المستقيم M مجموعا بانعكاس حول المستقيم B، ثم صف تحويلا هندسيا واحد ينقل A إلى A شر. الصورة الأولى الـ A يمكن رسم الانعكاس وسط المستقيمين حول المستقيم M، ثم نرسم انعكاس للصورة حول المستقيم B. نرسم صورة الشكل الناتجة عن انعكاس حول المستقيم B ولتكن A شرطتين. ما العلاقة بين A و A شرطتين؟ هي عملية إزاحة، هي عملية إزاحة. مقدارها هنا 1.75، مقدارها 3.5 في اتجاه عمودي على المستقيمين المتوازيين. ارسم صورة الشكل الناتجة عن انعكاس حول المستقيم L مطبوعا بانعكاس حول المستقيم B، ثم صف تحويلا هندسيا واحدا ينقل A إلى A شرطتين. الخطوة الأولى نرسم صورة المثلث A بالانعكاس حول المستقيم M فيكون A شرطة. الخطوة الثانية نرسم صورة A شرطة بالانعكاس حول المستقيم B فتكون A شرطتين. قياس الزاوية ما بين زاوية الدوران ما بين A إلى A شرطتين، الزاوية الأساسية ما بين المستقيمين 60، فتكون الزاوية ضعف هذه الزاوية 2 ضرب 60 هتساوي 120. وصف التحويلات الهندسية الهدف الرابع والأخير. صف تحويلا هندسيا مركبا يمكن استعماله لتكوين النمط. هذا هو النمط. النمط يتكون بتركيب انعكاس حول المستقيم M وإزاحة الشكلين المتقابلين وحدة النمط، الشكلين المتقابلين وحدة النمط لليمين. هذه وحدة النمط انعكاس ثم يزاح إلى جهة اليمين. سؤال آخر، صف تحويلا هندسيا مركبا يمكن استعماله لتكوين النمط. يتكون النمط بتركيب انعكاس حول المستقيم L أيضا وإزاحة الشكلين المتقابلين وحدة للنمط، وحدة النمط لليمين. هذا الانعكاس ثم إزاحة وحدة جهة اليمين نحصل على هذا النمط. صف تحويلا هندسيا مركبا يمكن استعماله لتكوين نمط الأقمشة في كل مما يأتي. النقطة الأولى انسحاب، انعكاس وإزاحة، انعكاس ثم إزاحة دوران. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية درس اليوم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقلب.